حيا الله بالعيد. طول عمرك. نبينا يا الربع. أنت الحين شوف يعني عند الحين تقول القصائد دايم في مجلس أو تنشد في مجلس تنشد يعني جلسة شباب طلعت بر يعني ليش ما تنشد وأنت تقطع بصل تغير الجو؟ صح. خش يا أخي حتى لو تقول ديبي 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 بس كل أي كلمة. تحدى حسين ما يغني يلا. طيب يلا أنا شوف إذا ما غنى لك هدية. إيه. حسين لو سمحت تفضل. تفضل. حبيبي لا تناهت يوم كمل ما نكمل جيت استاذنك بروح دخل امك وابوك وجعل من جابوك في الجنة تارك تزيد همي هم وتزيد الجروح جروح وتحرمني من الضحكة وتجبرني على الونة تحرمني من الضحكة وتجبرني على الونة شباب والله شوف ترى ما ابي اشغلكم الصدق جدي ولا والله اللي يحبكم الله يخليك ابيكم تفوزون لكن يا شباب انا بسالكم سؤال انت الحين فيك مخ ولا ما فيك لو سمحت اشو احس تقول موجود ها موجود موجود مخ طيب ما تحطوا قرصني انت